كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تنظم الأسبوع الوطني 23 للقرآن الكريم، أيام 19، 20، و21 ربيع الأول 1443 هجري، الموافق 26، 27، و28 أكتوبر 2021. تتضمن التظاهرة الملتقى العلمي الموسوم حب الوطن البعد الأخلاقي والالتزام الوطني، والمسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره. للحفظ بشرى، فإن السعي منكم لا يبور. وتختتم بحفل قرآني يكرم فيه الفائزون الأوائل في المسابقة الوطنية للقرآن الكريم. الأسبوع الوطني للقرآن الكريم.